المنتخب عنده ماتش مهم جدا يوم الاثنين اللي جاي قدام منتخب كاب فيردي، ولا غنى عن الفوز في الماتش ده علشان نوصل للنقطة الحاسمة ونوصل ونحقق المركز الثاني في المجموعة ونصعد للدور الـ16 خلفا لمنتخب كاب فيردي صاحب الـ6 نقاط والمركز الأول. خلونا نعرف كواليس استعدادات منتخب مصر لمباراة منتخب كاب فيردي مع المعلق الرياضي محمد عفيفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير نماء هانم، وصباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر اينما كانوا. طبعا اهلا بحضرتك، وكلمنا عن كواليس استعدادات المنتخب لمباراه كاب فيردي، وهل فيتوريا يعني عنده افكار جديده او اتكلم في ايه مع اللعيبه بعد اخر ماتش؟ بالتاكيد كل ما ياتي من معسكر منتخبنا الوطني هناك في الكوديفوار بيؤكد على الجاهزيه من حيث التعامل السيكولوجي مع اللاعبين، التركيز على كتير من نقاط الضعف اللي ظهرت في مباراتي الجوله الاولى والثانيه امام موزمبيق وامام غانا. في مباراتين كان فيها تعادل بالنسبه لنا كان بطعم الفوز، لانه كان تعادل متاخر او ما بعد تاخر في النتيجه من اجل خطف نقطه بالنسبه لنا للاسف كانت ثمينه، يعني في مشوار الاستمرار بنفس جديد للتاهل للادوار الاقصائيه من كاس الامم الافريقيه. ولكن منتخبنا الوطني لديه امكانيات كبيره، مجموعه لاعبين اصحاب امكانيات فنيه عاليه على ارض الملعب لم تستغل للاسف. ما اقدرش اقول او مش عايز الوم بشكل في قسوه على روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني، ولكن كان في الامكان افضل من مكان. لازم يتم وضع ما فات جانبا من حيث الامور السلبيه اللي كانت موجوده على ارض الملعب بعد معالجتها، لانه المباراه اللي جايه باويستا المدير الفني لمنتخب الراس الاخضر مدرب ذكي بيلعب بالدماغ اكتر، بيستغل امكانيات وقدرات لاعبيه بافضل امكانيات حتى وان كانوا اقل من منتخب مصر على سبيل المثال في الامور الفنيه الفرديه، ولكن هو بيستغل افضل امكانياتهم للوصول للمستوى الفني الاعلى او استغلال احسن ما عندهم كرويا على ارض الملعب، وهو ده الذكاء بالنسبه للمدير الفني واللاعبين على ارض الملعب. تفتكر ايه اللي ممكن يشتغل عليه فيتوريا الفتره اللي جايه؟ اهم شيء انه في مباراه الراس الاخضر ما يفتحش خطوطه بشكل كبير وانه يهاجم بدون درايه او دراسه او بشكل محسوب على ارض الملعب، لانه ممكن يعاني بشكل او باخر. عليه انه يكون في تغييرات موجوده في نص الملعب، يعني يجب ان يكون هناك دفع بمروان عطيه في نص ملعب المباراه. احنا من الماتش اللي فات كان عندنا مشكله في خط الوسط فعلا، والمباراه الاولى ايضا كان في مشكله في خط الوسط، ودايما ايات السلامه في التوازن، وعلشان تعمل توازن على ارض ملعب ما ينفعش ان انت تضع اسماء قد تكون ليست في مستواها الفني العالي. تحيه لمحمد النني احد نجوم منتخبنا الوطني والارسنال الانجليزي، ولكن قد يكون هناك ثغره في نص الملعب تحتاج لتغيير محمد النني والبدايه من مروان عطيه، لانه هيكون مؤثر جدا في تضييق المساحات على المصادر اللي بتشكل الخطوره او اللي بتصنع الفارق في ربط نص الملعب الدفاعي بالهجومي للمنتخب اللي هيواجهنا منتخب الراس الاخضر. فمروان مهمه جدا مع حمدي فتحي مع امام عاشور في نص ملعب المباراه لعمل الخطوره بالنسبه لمنتخبنا الوطني. ما افتكرش ان يبقى في تغييرات كتير، قد يدفع طبعا او بالتاكيد هيكون يا اما مصطفى فتحي يا اما تريزيجيه مع مرموش في الثلث الهجومي كجناحين في غياب محمد صلاح، بالتاكيد اللي هيكون غائب بتاع الاصابه اللي انتبهته في المباراه الماضيه امام غانا في نهايه احداث الشوط الاول. في المجمل لازم ما يكونش في فتح للخطوط، ما يكونش في تسرع في المباراه، اللعب بهدوء تام، وده اللي بيشتغل عليه دلوقتي اكتر منه فنيا سيكولوجيا مع اللاعبين، انه قميص مصر المهيب ما ينفعش انه يكون في هذا الموقف، سواء تاهلنا ثاني او ثالث او من افضل توالد، في كل الاحوال يجب ان تتواجد باذن الله مصر في الادوار الاقصائيه. طيب لانه بما انك ذكرت امام عاشور، ايه رايك في التحول اللي حصل معاه؟ هل ممكن يتطور الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي، ولا يعني الوضع هيفضل على ما هو عليه؟ بالتاكيد امام لعيب ولعيب كبير، ولما بيلاقي ان الامور على ارض الملعب فيها روح بشكل او باخر بيظهر المعدن الحقيقي بالنسبه لامام عاشور. اعتقد انه لاعب مهم جدا في نص ملعب هجوم منتخبنا الوطني وبيتطور بشكل كبير، ولازم يستخدم بشكل فعال على ارض الملعب مع توزيع المجهود، لانه في كتير من اللاعبين المصريين ما بيوزعوش مجهودهم على ارض الملعب مع ارتفاع نسبه الرطوبه اللي موجوده في الكوديفوار. طبعا بيكون في مشاكل حتى بنقول عليها حتى في الرياضه كرشه نفس بتجيله على ارض الملعب، فما بيقدرش ان هو يكمل بالمستوى الفني العادي، فبيفقد تركيزه على ارض الملعب. فعليه انه يبقى في اداره من على الخط للاعب. اكيد امام عاشور لاعب مؤثر ومهم ولا غنى عنه في نص الملعب الهجومي في تشكيله منتخبنا الوطني، وبيتطور بشكل او باخر. توظيف اللاعبين مهم على ارض الملعب علشان نصل
للمستوى الفني الاعلى في هذه المباراه، ونقدر طبعا. الحقيقه في اسئله كتير عايزه اسالها لك، لكن خلينا نتناول موضوع محمد صلاح وتاكيد اصابته ان هو هيغيب ماتشين جايين عن اللعب معانا. هل ده هياثر ومين اللي ممكن يكون بديل لمحمد صلاح؟ طيب بعيدا عن الكلام اللي اتقال من الجماهير انه غياب محمد صلاح هو هيحرر اللاعبين من الضغوط، نسبيا هو بياخد اللاعبين لمسؤوليه اكبر على ارض الملعب، لانه دايما اللاعبين المصريين حتى وانا بعلق على المباريات او بنتكلم في اي مكان بنقول انه الحاله الذهنيه لدى اللاعبين، دايما اللاعبين المصريين لو في حالته وعليه المسؤوليه بيخرج افضل ما لديه، بينما لما بيكون هناك لاعب على ارض الملعب هو اللي واخد المسؤوليه والعين شويه بيتواكل، نسبيا بيتواكل، وده عامل سيكولوجي لدى اللاعبين المصريين للاسف، لكن محمد صلاح غيابه غياب مؤثر جدا وغياب سلبي على منتخبنا الوطني، لانه حتى ولو مش في مستواه العالي في اي مباراه لكن بياخد عين وبياخد مدافعين موجودين على ارض الملعب امام اي فريق غريم موجود، ومن ثم غياب مؤثر بالسلب على منتخبنا الوطني احد افضل اللاعبين الموجودين في العالم بشكل او باخر. لكن على الاغلب بديله اللي كان في النهايه من الشوط الاول في مباراه غانا اللي هو مصطفى فتحي على الاغلب ممكن يكون موجود، او يبدا بمرموش زي ما بدا المباراه الماضيه روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وكمان تريزيجيه في الجبهه اليمين علشان يبقى في طيارات موجوده، بس الادوار الدفاعيه لازم تكون مهمه، يعني لو دفع بتريزيجيه او حتى مصطفى فتحي من بدايه المباراه بديل محمد صلاح مع مرموش في الناحيه الثانيه، ومصطفى محمد هو القائد للهجوم طبعا، لازم العوده للادوار الدفاعيه ومسانده الباكين سواء محمد حمدي كظهير ايسر او عمر كمال عبد الواحد اللي ممكن يبدا المباراه دي على حساب محمد هادي زي المباراه اللي فاتت كظهير ايمن، لازم يكون ليهم ادوار دفاعيه والعوده للتأثير الدفاعي لانه الانضباط التكتيكي لازم يكون على الشعره. طيب في هذه المباراه هو من الماتش اللي فات كانت الناس استغربت انه محمد صلاح لما طلع ما نزلش زيزو مكانه، الماتش صحيح. اللي جاي ده ممكن نبدله برضه بزيزو ولا هيبقى فيه كلام تاني؟ طيب انا اشوف ان روي فيتوريا ودماغه ما بتفكرش انه زيزو يلعب من بدايه المباراه كجناح طاير، لكن ممكن يلعب بيه في نص الملعب، يعني ممكن على سبيل المثال ما يبداش بامام عاشور زي ما كان في مباراه موزمبيق، لو هو بيفكر في يبقى في شغل هجومي مكثف من البدايه، وده ما افتكرش ان هو هيفكر فيه وهيستعين بانه يبقى موجود على دكه البدلاء كلاعب بيؤثر بنزوله على ارض الملعب لتطوير او للحركيه الهجوميه او للتنشيط الهجومي، التفكير دايما في مصطفى فتحي كبديل بنفس الشكل او الستايل لمحمد صلاح كجناح طاير من الجنب اليمين بالنسبه للمنتخب الوطني على عدلته بشماله يعني، او انه يبدا ب طبعا تريزيجيه لانه تريزيجيه كمان واخد قناعات اكبر لروي فيتوريا مع عمر مرموش، فهيبقى في تحرر بالنسبه للاثنين مع الشفتات اللي هتتعمل بالتحركات القطريه ما بينهم وما بين مصطفى محمد في الثلث الهجومي، افتكر انه زيزو مستبعد من بدايه المباراه كجناح بديل لمحمد صلاح لكن ممكن يستعان به خلال احداث المباراه ان لزم الامر مكان لاعب من لاعبي نص الملعب سواء كان مروان حمدي فتحي او امام عاشور. طيب احنا شفنا كامب فيردي امبارح وعايزين نعرف فرص منتخبنا لو حققنا التعادل في الماتش اللي جاي ايه اللي هيحصل؟ النقطة الثالثة لكن هيبقى العين على ما هو من مباراة ثانية في نفس التوقيت 10 مساء بتوقيت القاهرة في يوم الاثنين ان شاء الله ما بين المنتخب الغاني والمنتخب الموزمبيقي، مباراة افتكر ان المنتخب الغاني مش هيفرط في الثلاث نقاط، مباراة مهمة جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني انه يحقق فيها الفوز علشان يرتاح يصل للنقطة رقم 5 ويأمن مقعده كوصيف للمنتخب منتخب الرأس الأخضر اللي ضمن الصدارة، لكن في كل الأحوال سواء كنا تاني أو حتى من أفضل 4 توالت من 6 مجموعات المتأهلين لازم نفكر في مباراة الرأس الأخضر دون التفكير في مين هنواجهه سواء تاني مجموعة 6 أو من أفضل أوائل المجموعات لو كنا تالت من مجموعات موجودة في كأس الأمم الأفريقية مين اللي هيجي لنا، التركيز كل التركيز لازم يكون موجود على مباراة الرأس الأخضر إنه مفيش أوبشن تاني غير الفوز. ولاعبين المصريين دايما سواء كان لاعبين المحترفين في الخارج او حتى في الداخل مع الانديه المصريه الاهلي والزمالك وبيراميدز وهكذا بيعرفوا يلعبوا تحت الضغوط او بنلاقي معدن المصري الاصيل في المباريات المهمه اللي فعلا لازم يكون فيها بحاله تركيز فنيه وبدنيه عاليه، فاعتقد انه اللعب على الفوز مع التركيز العالي في المباراه هيودينا للفوز، لكن لو لعبنا على فرص اخرى او حظوظ اخرى ممكن ما نتحصلش الفوز اصلا، والراس الاخضر مش هتتهاون في مباراه بيلعب فيها بدون ضغوط كده كده متصدر حتى وان خسر المباراه، فما نتهاونش او ان هم هيلعبوا ببدلاء وهكذا، هو عينه على انه حقق انجاز تاريخي، فانه يفوز على غانا
وموزمبيق، وكمان اسم مصر ان يفوز عليه في دور المجموعات وبدون ضغوط بيلعب هذه المباراه. منتخب الراس الاخضر هيكون خطير جدا، وباويستا مع جاري رودريجيز مع هولاند مع فيتي مع رايان مينديز، اسماء كلها تالقت في المباراه الاولى والثانيه، وزي ما قلنا هم بيلعبوا بذكاء بدماغهم مش اجسام افريقيه وخلاص، فلازم يتعمل لهم الف حساب، واللعب يكون على الفوز ايا كان الوضع سواء ثاني او لعبنا كافضل توالد. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا المعلق الرياضي محمد عفيفي على التحليل الوافي للاحداث الاخيره للماتشات وتوقعاته للماتش اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا.